فلندرس من الى المتكلم الثالث من فريق المعارضه فليتفضل عليه مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام الايام ما كنا جاهلين وياتينا بالاخبار ما نسوي. سيدي رئيس المجلس اعضاء من نادي التحكيم اعضاء فريق المعارضه واعضاء فريق المعارضه ورايكم جميعا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اولا غايتنا وهدفنا في هذه المناظره لكره الفجه ونحو الشبر من القريه راي الفصل الباكر وانني لم اتك هذه المستويات على سبيل السخريه فانما بقدره الله تعالى اتيت بها لاستدل وبقدر لكم كما اؤكد من جديد على تثبت الى مبدئ المعادله لهذه القضيه برامج القنوات التلفزيونيه الاندونيسيه تؤثر سلبا على الشعب الجمهور الكريم. اولا اكون هناك متحدث الثالث لفريق المعارضة سأقوم بتفريق مجلس أصدقائي من فريق الحكومة واسمى بذلك سأقوم بتأكيد مجلس أصدقائي فريق المعارضة. نأتي إلى مرحلة التفريق حيث قال فريق الحكومة على أنهم لم يأتيننا ولم يعرفنا أي دليل ما أي حجة ما التي يقوي أو يساعده على أي على حجة أو جمهور الكريم. حيث قال المتحدث من فريق الحكومة على أنهم هم يقول على أن هذه القنوات التلفزيونية في إندونيسيا هنا يؤثر أثر سلبا على الجمهور الكريم ولكنهم هم ينكرون ما يسمى بالإحصاءات ما يأتي من ما يسمى باللجنة البيت الإندونيسية إلى الجمهور الكريم. هم لا يصدقوا على هذه النساء يا جمهور الكريم كما قال اللجنة البيت الإندونيسية يا جمهور الكريم على أن المؤشر كما قدر في هذه اللجنة على المؤثر أو بيدرس برنامج إندكس هنا الأثر الإيجابي من هذه القنوات أكثر بنسبة الأثر السلبي يا جمهور الكريم فلا بد من فريق الحكومة أن يعلم عن هذه النساء يا جمهور الكريم. ثم بعد ذلك حيث الحكومة على أنهم يأتوا كذلك بإحصاء القديمة يا جمهور الكريم هم يقول على أن البرامج المسلسل لا تطابق يا جمهور الكريم ولكن فرق لنا أن هذه الإحصاء القديمة يا جمهور الكريم ولا تطابق هذه الإحصاء عن هذه السنة ولا تطابق ما وقع في هذا العشر يا جمهور الكريم. تفضل بالإحصاء. لو كان برامج التلفاز تؤدي الى ايجابيه لماذا هناك كانت احد البرامج مغفله بنتو توبه لا انفويدا لماذا مغفله لماذا ايوه فلنصل الى الجمهور فلنصل ان نفتح فكره الى الجمهور الكريم اين اكثر الاثر الايجابي واثر السلبي الى الجمهور الكريم البرنامج المقفول او الذي مغلق هنا اين اكثر بالنسبه للبرنامج الذي يسير وكذلك يشهد على الاشباب وكذلك على المواطنين في هذا المجلس الى الجمهور الكريم اليس كذلك؟ بلى ثم بعد ذلك حيث قال المتحدث الثاني الاول من فريق الحكومه على انه قال على هذه القنوات التلفاز يغير نمط الحياة الشعب إلى الجمهور الكريم على أي شيء بنيت قولك على هذه القنوات يؤثر أثرا سلبيا وكذلك نمط الحياة الشعب إلى الجمهور الكريم ولكننا فرضنا أن كما قد شرحت المتحدث الأول وكذلك المتحدث الثاني من فريقنا على الأثر وكذلك الأنواع الحسنة أو الأثر الإيجابي أكثر لنا ونحن نقدر أن نرى كيف السياسي الإندونيسي وكذلك نعرف كذلك الأنواع في هذا العالم كذلك ثم الأشياء المكثورة هنا أقل بالنسبة للأشياء التي يمر وكذلك يشهد إلى المواطنين في إندونيسيا يا جمهور الكريم. وبالتالي حيث قال المتحدثة الثانية يا جمهور الكريم حيث قال على الأنواع التي عنده السيئة هنا ولكن ايها الجمهور الكريم فلا بد لنا ان نهتم ايها الجمهور الكريم على ان الاشياء السيئه هنا فطبعا موجود ولكن الحسنه فطبعا قد تكون موجوده ايها الجمهور الكريم. الشباب هنا يعني الحاله المراهقه وهو لا بد على الشباب ان يركز فكره وكيف يمنع هذا الشباب ان يرى التلفاز ولا يقدر ان يركز فكره او بنيروس برنامج كريتيس على الجمهور الكريم وهذا الشباب وقت مراقبه وقت لاي ما يسمى لان يركز فكره لان يرى اي مشاهده في التلفاز ويبدا ان يركز فكره ويبدا ان ينتج ما يسمى اشياء مشهوده في التلفاز على الجمهور الكريم اليس كذلك؟ بلى فكذلك يا الجمهور الكريم فلا بد لنا ان نعلم على ان ما يسمى
المستقبل يهدر بهذه الدولة إندونيسيا. فطمأن في أيدينا يا جمهورك، فلابد أن نراقب الأشياء خصوصا في هذا التلفاز يا جمهورك. كما شرح خلاص المتحدث الثاني من فريقنا السياسي خصوصا كما قد بثل قد مثل المتحدث الثاني كما مثل ديمقراطية أبو عجمين ثم أتى الحكومة بالقانون. فلابد لكم أن تعلموا يا جمهورك القانون هنا كذلك يختلف ما يسمى الحرية النشرية يا جمهورك وبين الأسباب والمسن بس يا جمهورك. وهو يقول أنا تتعلم وكذلك أقول عليك جدا ببنت الحقوق يا جمهورك فتعلمت الحقوق يا جمهورك. وكذلك هذا هو المتحدث الثاني من فريق الحكومة من فريق الحكومة على أن هذه الأسر السلبي فطبعا يؤثر وكذلك جعلوا الشباب في هذا البلد إندونيسيا يعمل على الأشياء سيئة يا جمهور كاين. ولكننا يا جمهور كاين كما شرحت خلاص في الأول الأخير المتحدث تعالى الله وقد كان متحدث الثاني على الأسر أسر خسنة أكثر يا جمهور كاين. ولذلك أرجو بسبب تلجل التحكيم أن ترفض ما جاء من فريق الحكومة ما جاء من البروكين وكذلك الحجج. شكرا جزيلا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب قدم البيان من